النهارده مع اعضاء اللجنه عبر سكايب. ايه مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. طمنينا، هل هناك جديد؟ ما فيش جديد قوي، بس النهارده كان عندنا اجتماع مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه وجميع اللاعبين من جميع انحاء العالم. قعدنا اكتر من ساعتين، وكان رئيس اللجنه الاولمبيه بياكد ان الاولمبياد هتتلعب في ميعادها، ان اللجنه المنظمه بتاعه طوكيو بتقول ان هم قادرين ان هم يوصلوا الاولمبياد ان شاء الله، واللاعبين هيبقوا في امان خلال المسابقه. يعني من ناحيه اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن ناحيه اللجنه المنظمه هم بياكدوا ان الاولمبياد في ميعادها. كان في بعض الاسئله من اللاعبين ان هم كانوا قلقانين، بيقولوا طب هل في إيه، امتى الديدلاين او الاخر ميعاد عشان تقولوا لنا الاولمبياد هتلعب في ميعادها ولا لا؟ بيسالونا، ما كانش في اجابه واضحه، قالوا احنا مش قادرين، ان كل يوم زي ما حضرتك عارف في جديد. تمام. فهم ما يقدروش يقولوا اي حاجه او يقولوا احنا لحد دلوقتي الفلاني، قالوا احنا معانا لسه اسبوعين ونص لحد ما، او اسبوعين تقريبا لحد ما الشهر دوت يخلص، وابريل كمان ان معظم الالعاب اتاجلت لحد شهر 5 هتبدا تاني في 5. فمعانا مده ان هم يقرروا، فمش هيحددوا اي ميعاد دلوقتي، سواء بالالغاء يعني، فكل حاجه او بالتاجيل، هو مش الغاء طبعا، هو تاجيل. كان في سؤال تاني بخصوص المنشطات دلوقتي، ان احنا في فتره تاهيل، يعني مش كل اللعيبه، حوالي 50% بس اللعيبه اتاهلت، وال 50 التاني بيتاهل من خلال البطولات، الكاسات العالم وبطولات العالم بتاعه الموسم. فبالنسبه لو في حاله ايجابيه في اي لاعب زي ما حصل في السلاح وكذا لعبه ثانيه، فهيبقى ايه، هتبقى ايه حلهم؟ هيشاركوا ازاي في البطولات المؤهله؟ وممكن يبقى في نسبه منشطات، لان طبعا هم هياخدوا ادويه. فالموضوع ده مش واضح، يعني انا بقول لحضرتك كل حاجه، يعني الايجابيه والسلبيه بتاعت المكالمه، ففي حاجات مش واضحه، مش هيقدروا يقولوا فيها اي حاجه. دول اكتر سؤالين بس هم اللي كانت الناس بتستفسر. طبعا معظم دول العالم المراكز الرياضيه كلها قفلت، فهم مش قادرين ينزلوا يتمرنوا، فبيضطروا يتمرنوا في البيت. فهم قالوا ان هم بينسقوا مع جميع اللجان الاولمبيه المحليه لكل دوله ومع الاتحادات الدوليه، والنهارده كان في تصويت اللي انا عرفته، لان دي كانت مكالمه ثانيه خاصه مع اللجان الاولمبيه المحليه، وامبارح كان في مكالمه مع الاتحادات الدوليه كلها في كل الالعاب، وكلهم اجمعوا ان هم ماشيين بنفس الخطه والاستراتيجيه بتاعه اللجنه الاولمبيه، وان هم مع ان الاولمبياد ان شاء الله تتلعب في ميعادها. طب لو هي ما هتتلعب في ميعادها، وكان معانا المهندس هشام حطب دلوقتي واكد لي، قال لي بنسبه كبيره ان هي هتكون في ميعادها، اللعيبه هتجهز نفسها وتتحضر ازاي؟ مع ان اللعيبه ممكن تتوقف وقت طويل او تقعد وقت طويل، وده ياثر على اي لاعب بشكل كبير. اكيد طبعا، بس هي الفكره ان كلهم نفس الحاله، يعني احنا ما عندناش دوله عندها ميزه عن دوله ثانيه، حضرتك فاهم قصدي؟ فهم كلهم في كل الالعاب في جميع الدول عندنا نفس الحاله، الناس مش عارفه تتمرن، بيتمرنوا من البيت، يعني معظم الرياضيين عندهم مثلا تريد ميل، او بيتمرنوا لياقه بدنيه في مكانهم، فا او في اللي عازل نفسه في حته بعيده، ما مش بيحاول يختلط بناس كتير، بينزل يجري مثلا في الشارع ويرجع تاني على طول. فهم بالنسبه لهم طالما السيتويشن او الحاله دلوقتي على كل اللعيبه، فمحدش يقدر يقول حاجه، الكلام دوت لو في ميزه عن حد تاني، بس الوضع صعب، يعني ما اقدرش انكر ان الوضع صعب. معنى كلامك ان يعني محدش هيدور مكان غير في أو يوم 1 ابريل يبتدوا الناس تاخد القرار الدنيا رايحه فين. بالظبط، ان شاء الله. ان شاء الله، اتمنى لك كل التوفيق يا ايه. بشكرك شكرا جزيلا ايه مدني، والجميع بيتوقع، ولكن قرار اللجنه الاولمبيه الدوليه او قرار دوله اليابان ان هي بتستعد ان الاولمبياد تبقى في ميعادها، يعني انا توقعت وقلت تاخد مساحه، تاخد نفس كم شهر، يعني تاخد حتى تاجيل، ولو جهزت ما فيش مشاكل، ولكن واضح ان الامور فيها تحدي احنا مش شايفينه، وواضح ان الامور ليها حلول برضو احنا مش شايفينها، لان زي ما قلت تاني